عشت تجربة المساكنة قبل الجواز، وكنت بتكلم مع واحدة حلوة شات وأنا متجوز، مراتي قفشتني وأنا بخونها. كريم فهمي كشف سر خطير عن حياته الشخصية، فيا ترى إيه اللي حصل معاه قبل الجواز؟ وليه خان مراته دنيا البناوي؟ جدل كبير أثاره الفنان كريم فهمي الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا بسبب تصريحاته الجريئة عن حياته الشخصية، واعترافه بحاجات كتير عملها قبل الجواز، وكمان خيانته لمراته أثناء فترة جوازهم. فيا ترى ايه اللي قاله كريم وللجمهور والمتابعين هاجموه؟ البدايه كانت مع تصريحات كريم عن العلاقات اللي عاشها قبل الجواز، فقرر يفتح صندوق اسراره ويكشف اسرار خطيره عن حياته الشخصيه. فاعترف كريم خلال البرنامج انه عاش تجربه المساكنه قبل الجواز، وانا بكره اجهر بالمعصيه، بس مش هعمل نفسي متدين، ممكن اكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم اقولها على الهوا، و80% من الشباب اكيد عدوا بالمرحله دي وعاشوا تجربه المساكنه قبل الجواز. مش بس كده، ده كمان كريم ورغم الحب الكبير اللي بينه وبين مراته دانيا البناوي، لكنه اعترف انه سبق وخانها بعد جوازهم. خنت مراتي قبل كده وما كانتش خيانه كبيره، كنت بكلم واحده في الشات وطلعت دانيا في الاخر، كانت فاكره اني بهزر، لكن لما عرفت اني بتكلم بجد قفشتني قفشه وحشه. استمر كريم في انه يفتح خزاين اسراره ويتكلم عن ايمانه واستماعه لشيخ الازهر، وقال انا مش بتبعه في كل حاجه يقولها ومش بوافقه ولا بعرضه، أنا بقرأ كتير في كل الفروع وخصوصاً الدين، بس ما أقدرش أتناقش معاه. أنا عمري ما فكرت في الإلحاد، لكن بيجيلي كتير أفكار وتساؤلات زي أي حد، زي ليه أهالينا الأشقاء بيحصل فيهم كده؟ نفسي ربنا يجازي الناس دي، أنا عارف إن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما، لأن ربنا هو أحسن واحد يكتب سيناريو للبشرية، سيناريو هو الأدرى بي، لكن أنا بستعجله. طبعاً بعد تصريحات كريم اختلف المتابعين والجمهور بخصوص التصريحات اللي قالها، ففي فئة من المتابعين شافت إن كريم كان شجاع في الاعتراف بأخطائه السابقة وإنه ما حاولش يصدر صورة مش حقيقية عنه للجمهور، وفي فئة تانية من المتابعين والجمهور شافوا إن كريم أخطأ بجهرانه بالمعصية وإنه كان لازم يحافظ على أسراره الشخصية، ومنهم الدكتورة والداعية سعاد صالح اللي أكدت في تصريحاتها إن كريم أخطأ باعترافه إنه خاض تجربة المساكنة، وعلقت على كلامه وقالت كريم أخطأ وعليه المبادرة والإسراع في التوبة والاستغفار حتى ينظف الله قلبه من وساوس الشيطان والذي سيلازمه لفترة حتى يتأكد من ثباته على التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهي كل من جاء إليه يعترف بفاحشة أن يجاهر بها، ويأمره أن يستر على نفسه، وأن التوبة والاعتراف بالذنب يكون بين الإنسان وربه مع الاستغفار والعزم على عدم العودة للمعصية مرة أخرى. لكن كريم تجاهل كل الانتقادات والهجوم اللي تعرض لها بعد اعترافاته الجريئة، فيا ترى هيطلع يوضح للجمهور سبب كشفه صندوق أسراره ولا هيلتزم الصمت؟